نتابع معكم الملف السوداني، ويشرفنا الآن عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية. أستاذ عثمان مساء الخير، وطبعا نحن نستهدف من خلال هذه التغطية تحليل وتقييم الجهود الدبلوماسية المبذولة من أطراف عدة وعلى رأسها مصر لحل الأزمة السودانية. ونحن نشهد الآن أعمال مؤتمر قوى الحرية والتغيير في القاهرة. ما هي تطلعاتك من هذا المؤتمر، وإلى أي مدى يمكن أن تحدث فارقا واختراقا في الأزمة السودانية؟ هذا المؤتمر مهم للغاية، وهو اجتماع ضم قيادات الحرية والتغيير المجلس المركزي لأول مرة منذ حرب 15 أبريل، والمكان الآن له بعد كبير أن تكون هذه الاجتماعات هنا في القاهرة، لها أكثر من مغزى، لأن كانت هناك ورشة عمل دعيت لها الحرية والتغيير المجلس المركزي في شهر فبراير القادم، لكنها اعتذرت عن الحضور. الآن جاءت قوى الحرية والتغيير للقاهرة واجتمعت بملء إرادتها وتشاورت، وتحاول أن تشكل أو تساهم في تشكيل المشهد السوداني السياسي، وكذلك موجودة قوى أخرى سياسية أخرى، قوى الكتلة الديمقراطية وقوى أخرى أيضا خارج مظلة التحالفين، كلها الآن تنشط في القاهرة. احتضان القاهرة لكل هذه القوى السياسية السودانية على تباين آرائها ووجهاتها وانتماءاتها يدل على أن الآن هذا المشهد السياسي يتشكل من كل القوى والطيف السوداني هنا في القاهرة. كل أطراف المشهد السوداني الآن موجودون هنا في القاهرة بمختلف راياتهم وتبايناتهم، وهذا أنا في تقديري يصب في مصلحة السلام، لأن الآن الغائب الأهم في المشهد السوداني هو الجهد السياسي. هناك صحيح حرب تدور بين مكونين عسكريين، هناك مجتمع دولي وإقليمي يحاول أن يوجد مبادرات تحل هذه الأزمة، لكن في المقابل ليس هناك أي مجتمع سياسي سوداني مدني له اهتمام بالتعامل مع الأزمة. هذا الأمر الآن يتشكل هنا في القاهرة، وأنا أعتقد أن الأطراف السودانية لها فرصة نادرة لن تتكرر، يجب أن تنتهي هذه الفرصة وتصل إلى توافق بينها حتى تكون جبهة مدنية سياسية واحدة تضع الأجندة القومية في المقام الأول، يعني ليس الأجندة الحزبية والتنافس ومحاولة الاحتكار والوصاية على المشهد السياسي السوداني. الآن يجب أن تكون هناك روح جديدة قومية تبحث عن حل أولا بترتيب الأولويات للحرب وإنهاء هذه الحرب بأسرع ما يكون، ثم بعد ذلك تحاول أن تشكل المشهد السوداني على أسس جديدة، لأن ما قبل 15 أبريل لن يعود على الإطلاق بعد 15 أبريل، انتهى ذلك الزمان وطويت كل تلك الصحائف القديمة، ولا بد أن نبدأ بداية جديدة. وأعتقد الآن هناك فرصة متاحة للجميع هنا في القاهرة لشكل هذا المشهد السوداني الجديد. شكرا جزيلا لك من القاهرة عثمان مرغني رئيس تحرير صحيفة التيار السودانية.